بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، من المعجزات التي زادتني إيمانا بالفعل معجزة نحت القصور داخل الجبال. الحقيقة اليوم التكنولوجيا الحديثة عاجزة عن نحت قصور داخل الجبال بكل بساطة. لا توجد لدينا اليوم معدات وآلات وأجهزة قطع وأدوات حفر تستطيع أن تنحت داخل الجبال الصخرية الصلبة أعمدة وقصور وغرف وبيوت فخمة فارهة دون حدوث أخطاء أو انهيارات. يعني نرى بعض عمليات القطع التي تتم بشكل يعني دقيق جدا ومنظم، على الرغم من ذلك نجد مناطق تنهار وجبال تنهار وهناك إصابات عمل وحوادث كثيرة جدا تحدث فيما يسمى في المقالع أو في المكاسر أو الأماكن التي يقطعون من الجبال بعض قطع الرخام وغير ذلك. طيب كيف إذا أرادت الحضارة الحديثة أن تنحت داخل هذه الجبال مدن؟ من عجائب الدنيا أيها الأحبة، وجود مدينة أطلق عليها موقع جوجل مدينة الحجارة. أينما تلفت تجد الحجارة من حولك، البيوت من حجارة، المقابر من حجارة، المدافن من حجارة، الأسواق حجارة، القصور حجارة، وكلها داخل الجبال منحوتة بطريقة تجعلك تحتار. كيف تمكن هؤلاء القوم بوسائل بدائية من صنع هذه القصور الفاخرة داخل الجبال؟ طبعا لابد أنهم امتلكوا قوة وأدوات ليست موجودة لدينا نحن الآن. وهذه الحضارات مكنها الله في الأرض ما لم يمكن لنا، وكان لديهم أجسام قوية جدا، وكان لديهم قوة تخطيط لدرجة أنهم كانوا ينحتون في الجبل بيوت وطوابق ولا ينهارها، لا تحدث انهيارات يعني، وكانوا يعيشون فيها سبحان الله. طبعا هم اختاروا هذه الطريقة لأنهم يتمتعون بقوة هائلة ولديهم أدوات للحفر والنحت وكذا، وبنفس الوقت كانت آمنة تؤمن لهم الحماية من الريح، من الصواعق، من المطر، من الوحوش، من العواصف، من الكوارث. فكانوا يعني ينعمون بنسبة عالية من الأمان. طيب هذه المدينة الآن موجودة في منطقة تسمى البتراء في الأردن، وهي مدينة قديمة نحتت قبل يعني أكثر من 2000 سنة، وسبحان الله تم الكشف عنها في العصر الحديث، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الناس يعلمون شيئا عن هذه المدينة، هي اكتشاف أثر حديث. طيب هذه المدينة التي كانت تضم آلاف الناس وكانوا ينحتون هذه الجبال، ينحتون البيوت والقصور ليأمنوا من شر الأخطار المحيطة بهم ومن شر الأعداء أيضا، القرآن لم يغفل ذكرها. لماذا؟ لأنها من عجائب الدنيا بالفعل، والقرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شيء. فالقرآن أنزل سورة اسمها سورة الحجر، تصوروا، لأن هذه المدينة مهمة، وسمى أصحابها أصحاب الحجر. قال سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كانوا ينعمون بالأمن ولديهم قوة هائلة، ولكن كذبوا الرسل، ارتكبوا الفواحش، ظلموا أنفسهم، قتلوا الأنبياء، كذبوا الأنبياء. ماذا كانت النتيجة؟ أهلكهم الله بالصاعقة،
أرسل عليهم صاعقة، الصاعقة لا يستطيع لا الجبل ولا شيء آخر أن يتحملها، صاعقة ومضات من البرق ولها صوت مرعب. من الأشياء القوية جدا أيها الأحبة ما يسمى بالأسلحة الصوتية. الإنسان أذنه لا تتحمل إلا مدى محدد من قوة الصوت، عندما تزداد قوة الصوت فإن الأذن تنفجر، العينين تتمزقان، الجلد يتمزق بعد قوة معينة للصوت، يتحول الجسد إلى ركام، يصبح مفتتا. هذا ما حدث لأصحاب الحجر على الرغم من قوتهم، من جبروتهم، أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أخذتهم هذه الصيحة، وأين هم الآن؟ لا نرى إلا مساكنهم، سبحان الله، لا وجود لهم. طيب بالله عليكم، النبي عليه الصلاة والسلام كيف علم بوجود مدينة اسمها مدينة الحجارة؟ كيف علم أن هذه البيوت منحوتة نحتا وليس بطريقة أخرى؟ كيف علم النبي أنه تم إهلاكهم بالصيحة في زمن النبي؟ لم يكن أحد يتوقع أن الصوت هو سلاح قوي يمكن أن تهلك به مجموعات كبيرة من الناس. إذا أيها الأحبة، هذه الآية من الآيات التي تشهد على نبوته عليه الصلاة والسلام. وأنا كإنسان مؤمن أزداد إيمانا، حقيقة أنا أزداد إيمانا أن هذا القرآن هو كلام الله الحق، لم يحرف، لم يعبث به، لم يبدل ولم يتغير، وأن هذا النبي صادق في دعوته، بلغنا ما أنزله إليه ربه. وإلا لا يمكن لأحد أن يتوقع أن هناك أصحاب الحجر، سماهم أصحاب الحجر، والمدينة مدينة الحجارة بالفعل كل شيء فيها حجارة الآن. الآن إذا نظرنا إليها وذهبنا إلى هناك نرى الحجارة في كل مكان، لذلك سماهم القرآن أصحاب الحجر. بالله عليكم، من يستطيع أن يطلق عليهم هذه التسمية في ذلك الوقت؟ ومن يستطيع أن يحدثنا عنهم؟ هذا يدل على أن القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى، الذي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.